وللحديث عن مشاركة البحرين في اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي ينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف الدكتورة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. مساء الخير دكتورة جميلة، ويعني قبل قليل تم الإعلان عن الموافقة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي على البند الطارئ الذي شاركت في تقديمه مملكة البحرين بخصوص القضية الفلسطينية في إنجاز جديد يؤكد وقوف مملكة البحرين بحق مع القضايا العربية بشكل عام وحق الشعب الفلسطيني الشقيق بشكل خاص. هل تحدثين عن هذا الإنجاز؟ طبعا يعني في آخر الجلسة اليوم تم التصويت على البنود الطارئة. البحرين كانت من الدول اللي تقدمت البند الطارئ يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأيضا ثلاث دول أخرى هي الكويت وتركيا، أربع دول يعني وفلسطين. فتم ضم هذا المقترح في مقترح مشترك، بالإضافة إسرائيل تقدمت أيضا ببند طارئ يتعلق في بإيران، بالإضافة السويد أيضا تقدمت ببند طارئ يتعلق بالعنف ضد المرأة. فسقط المقترح الإسرائيلي لأن الهدف منه كان واضح بالنسبة لنا إحنا، كان يعني الهدف منه هو تشتيت الأصوات عن البنود الطارئة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. والبند وكان بينه وبين البند الطارئ اللي تقدمت في السويد 15 صوت، ففاز المقترح المشترك المتعلق بالقضية الفلسطينية ب 845 مقابل 30 صوت. وطبعا هذا يعتبر إنجاز كبير إلى يعني إن شاء الله يعني لصالح القضية الفلسطينية، وفاز المقترح المشترك اللي طبعا تقدمت في البحرين. واحنا يعني الحمد لله يعني كان فوز احنا نعتبره يعني كاسح وكبير في بالنسبه الى في هذه يعني في اجتماع مثل اجتماع البرلمان الدولي اللي يضم كل برلمانات العالم، والهم يعني يضم اكثر عدد كبير من المشرعين في دول العالم، فانا اعتبر هذا مكسب الى القضيه الفلسطينيه. نعم دكتورة جميلة سلمان، نبارك لمملكة البحرين ولجهودكم المقدرة تحقيق هذا الإنجاز. من جنيف الأستاذة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.